الكلمات احط فيها قيمتين رئيسيين، خد الخط كده ماشي بين المواد صوت كده مع الريت على بقى على جامعه. ليه بقى؟ لان الخط القديم ماشي هنا يعني ده بني عادي مباني. لا يمكن تعمل بره بقى المكان ده، جوه دي كانت ثمانيه سلموها على سته، وهي دي اللي اثرت على تقليل حجم المايه. مفيش مشكله، احنا نتاكد برضه بعد ما الماكينه يشتغل نتاكد الخط ماشي اول حاجه. يعني المية ما بتتجمعش غير من بعد النفق، وهي دي حتى لو فتح فيها ثلاث نقط وماسوره اربعه موسى على البلاط ينزل على الجنينه على النجيله خلاص. دي قرار رئيس جمهوريه ومديني صلاحيه، خد القرار واحنا ننفذ. ومعانا قوات مسلحه احنا مش بنهرج. اللي بتقوله ده لو سمحت اكتبه عشان هو ده اللي هيتقال لرئيس الوزراء النهارده. بس هو اللي حرك الخط.